السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم طلب من عدة النساء، بغاو طريقة سهلة لصناعة يعني الزيوت الطبيعية في البيت. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة يمكن لكم تستعملوها لأي مكون بغيتوا تصاوبوا منه الزيت ديالو. نعطيكم مثال، اليوم نصايبوا زيت الحلبة. مثلا زيت الحلبة، بغيتو تصايبو زيت الخزامة، زيت قرنفل، اي زيت تمنيتو انكم تصايبوها يمكن لكم تصايبوها بنفس الطريقة. هاد الطريقة هادي بسيطة، كاينين عدة طرق ولكن اختاريت اليوم نشارك معكم هاد الطريقة هادي اللي بسيطة واللي في المتناول ديال الجميع. مثلا غادي ناخدو كأس ديال الحلبة ديال الشاي اللي كنستعملو فيه، اولا خدو مقياس يعني كأس صغير باش تجربوا الطريقة. ناخدو كأس ديال الحلبة، نفس الكأس نديرو فيه كمية ديال زيت الزيتون، نفس الكأس تاني نديرو فيه كأس ديال الماء عادي. نمرو الطريقة سهلة، غادي ناخدو الكأس ديال المكون اللي بغينا نصايبو منو الزيت، نضيفو في واحد الطنجرة ونضيفو عليه الكأس ديال الماء ونديروهم على نار هادئة، يعني ما نجهدوش عليه النار، نخليوه نار هادئة ونخليو هذاك المكون اللي بغينا نصيبو منه الزيت مع الماء حتى يتبخر منه نصف الماء ديالو. عاد يمكن لينا ناخدو الكاس ديال زيت الزيتون ونضيفه عليه. من بعد احبائي الاعزاء نخليو هذاك الماء وهذيك الطنجره على نار هادئه مع القليل من التحريك مره مره حتى يتبخر جميع الماء اللي ضفناه في هذاك الطنجره. ومن بعد احبائي الاعزاء غادي نصفيو هذاك الماء وغادي نصفيو هذاك الخليط، وغادي نلقاو الى لقينا نفس المقدار ديال الزيت اللي كبيناه في الطنجره، اذا هذيك هي الزيت الطبيعيه. اما الى لقينا النسبه ديال الزيت اللي باقى في طنجرة اكثر من الكاس، هذيك يعني ان ديك الزيت مازال فيها الماء، يا ريت انكم ترجعوها حتى تبخر الماء اللي فيها باش تحصلوا على زيت 100%. فاش تحصلوا على الزيت يعني الا عطاكم ضروري غادي يعطاكم نفس الكميه ديال الزيت اللي كبيتو في الطنجره، هي اللي غادي تلقاو في اخر العمليه. هالطريقه هذه هي الطريقه الصحيحه. اما الا لقيتو الماء يعني اكثر من كاس فهو لا يزال به ماء، لذا يجب رجعوه فوق البوطه فوق نار هادئه حتى يتبخر الماء بصفه نهائيه. كناخذوا هذاك الزيت نخليه حتى يبرد، وناخذوه ونديروه في شي قرعه يعني قنينه الزجاج ديالها يكون غامق يعني بني او اسود للحفاظ على مكونات ديال ديك الزيت. ومن بعد احبائي الاعزاء نحطوه في شي بلاصه في المطبخ بعيده على اشعه الضوء، وبهالطريقه هذه كتكونوا حصلتوا على زيت طبيعيه باي مكون حبيتوا انكم تعملوه زيت طبيعيه في المنزل ديالكم. الا حبيتوا تصفيوا هذاك المكون يمكن لكم، ما بغيتوش تصفيوا المكون اللي درتو يمكن لكم ديروه في القرعه مع المكون ديالو. بهذيك الطريقه غتعودوا تستعملوها زيت طبيعيه في البيت ديالكم. هذه هي الطريقه اللي حبيت انني نشارك معكم، هي طريقة بسيطة، كاينين عدة طرق كما ذكرت لكم. حبيت نعطيكم هالطريقة هذه اللي بسيطة في المتناول ديال الجميع. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجة يمكن له يطرح السؤال ديالو، ودائما ناخذ واحد التجربة في الاول عاد يمكن لينا نديرو كمية كبيرة. دائما إذا درتو الكمية كنوصيكم انكم ديروا نفس المقدار يعني من جميع المكونات. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.